صفا. رقم اثنين بوعيشة حسين 21 سنة، هو من لاعبين عبد النبي في النازي. رقم أربعة تريباش رقم خمسة اللي يعود إلى فريقه بعد إصابة بعد توقف طويل. بغو لاعب دحلب سلطاني اللي يعود بالتاج لغير مؤهل. يحيى كقلب هجوم، يحيى ياسين، خياط العيد، وتنطلق المقابلة، ومشحود كمهاجم أيسر، في الاحتياط سعداوي، بركاني، غازي، حاجي 15، ونوار كحك حرس احتياطي، حد المصور بمساعدة كويدر بوطمجات، واللقاء ينطلق. ما كانت أول هجمة لاتحاد الشوية. كرة هذه ترجع الخياط، يتقدم خياط، تمرير الجياحي في وسط الميدان، وهدف دحلب الدقيقة الأولى يفتح باب التسجيل. على كل هدف مبكر وفرحة كبيرة عند اللاعبين. وخياط يلتقى في الكرة هذه، خياط ما عندوش حتى واحد من هناك، دحلب كان بعيد شوية، ترجع سلطاني أروع ما يكون. ربما شاهدنا الهدف الممتاز نتاع، ولكن يبدو أن الحلول كما يبدو وكما نشاهد بأن المستوى وهدف ثالث من يحيى بعد 24 دقيقة. يحيى يضيف الهدف الثالث. قلت ان المستوى هاي كل شيء، يعني لما الجمهور، يعني انا نظن الجمهور اسكت شوية من فريق الشوية اللي راح في المرتبة اللي راح فيها. لا نذكرك سي بغدادي، جمهور الشوية من وهدف رابع. رابع من مسعود. وكأن الجمهور تفطن تفطن وأصبح يهتف بحياة فريقه وبحسه بمزيد من الأهداف. مرة جميلة، مشعود خياط يضرب الكرة لكن يعطيها الفنازي. الفنازي سلطاني، دحلب ومشعود، دحلب لا مشعود اولمبيك النيجر. واظن ان هكذا بان فريق اتحاد الشوية سيذهب الى نيامي بعد 15 يوم بعد 39 دقيقة. كنا ربما متوقعين، بينما السيد عبد اصيب في وجهه انطلاقة من بعد 21 دقيقة. كنا نطلب في الأهداف. فهنيئا لرفاق خياط، وهنيئا لهذا الفريق الذي من فك يسجل النتائج الباهرة رغم عمره القليل في النخبة الوطنية، بحيث أن هذه هي السنة الثانية فقط له.